ينضم إلينا من رفح أيمن أبو شنب مراسل الغد. إذن أيمن، غارة جديدة إسرائيلية خلفت 12 شهيدا فلسطينيا إثر استهدافها لمنزل في حي النصر شمال مدينة رفح، هل لك أن تضعنا في التفاصيل؟ نعم سهام، يعني تبدد الهدوء الحذر الذي يسود محافظة رفح بقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل لعائلة معمر في حي النصر شمالي شرقي مدينة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي وإلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا هناك أضرار كبيرة في المنزل المستهدف، إضافة إلى منازل محيطة بهذا المستهدف في منطقة حي النصر شمالي رفح. وبالتالي ترافق هذا مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. أيضا امتد القصف الجوي والمدفعي إلى محافظة خان يونس، وهناك استمرار للعملية العسكرية الإسرائيلية في حي الأمل و منطقة المخيم الغربي والحي الياباني. هناك استمرار للغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المدفعي، وأيضا الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين الفصائل الفلسطينية في المنطقة. أيضا الغارات استهدفت بلدة القرارة، وهناك غارات على أراضي زراعية، وهناك أيضا استهداف في محيط مشافي محافظة خان يونس مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و خروج هذه المشافي عن الخدمة بعد إخلائها من الأطباء والمرضى وأيضا النازحين. وبالتالي خروج هذه المشافي سيعمق الأزمة الإنسانية في محافظة خان يونس، وسيؤثر على أكثر من 300 ألف مواطن في مواصي خان يونس، وسيحرمهم من الرعاية الطبية. أيضا القصف امتد أيضا للوسط قطاع غزة، وخاصة دير البلح والنصيرات والمغازي والبريج والمغراقة، والعديد من المناطق تعرضت للغارات الجوية وللأحزمة النارية، وخاصة في شمالي النصيرات. وهناك حديث عن عدد من الشهداء والجرحى في تلك المناطق، وتم أيضا وصولهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا مدينة غزة مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي واستمرار لحصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي، وهناك أيضا هناك احتجاز لعدد من المرضى والنازحين والأطباء داخل مجمع الشفاء الطبي، وهناك تحذيرات من قبل الجيش الإسرائيلي ومطالبة هؤلاء بالمغادرة من مجمع الشفاء الطبي. لكن حتى الآن التوتر يسود داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي وعملية تجريف من قبل الجيش الإسرائيلي في ساحات هذا المستشفى. أيضا غارات إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، في شارع النصر، في شارع الوحدة، في منطقة الرمال، في منطقة أيضا حيدر، المنطقة الجنوبية لمجمع الشفاء الطبي، سلسلة من الغارات الإسرائيلية في محيط هذا المجمع، وهناك نداءات استغاثة من قبل المواطنين بضرورة توجه الصليب الأحمر وسيارات الإسعاف والهلال وأيضا سيارات الدفاع المدني من أجل انتشال جثامين الشهداء وإجلاء الجرحى من داخل هذه المنازل التي تم تدميرها وتم أيضا قصفها على ساكنيها. أيضا هناك عدد من المحاصرين في محيط مجمع الشفاء الطبي ينادون بضرورة إرسال الغذاء والمياه النظيفة لهم، منذ فترة لا يصلهم أي شيء من المواد الغذائية، يصومون ويتسحرون من دون يعني ينوون الصيام من دون تناول أي شيء من الطعام أو المياه في مدينة غزة. مئات الجثث كما تقول أو يقول الدفاع المدني ملقاة على الأرض في مدينة غزة، وأصبحت هذه الجثامين طعام للكلاب الضالة وللقطط في مدينة غزة. مطالبات للصليب الأحمر بانتشال هذه جثامين الشهداء ولدفنها ومواراتها الثرى. أيضا غارات إسرائيلية على شارع البلتاجي شرق حي الشجاعية، ووجود عدد من الشهداء جراء استهداف أحد المنازل في تلك المنطقة. إذن تواصل الغارات على مدينة غزة ومئات الشهداء داخل هذه المدينة في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي على مدينة غزة. أيضا
شمال قطاع غزة مخيم جباليا، هناك استهداف للمحال التجارية واشتعال النار كان اليوم في منزل أو عفوا في إحدى المحلات للأجهزة الكهربائية، أيضا في بلدة بيت لاهية وبيت حانون قصف مدفعي وقصف جوي استهدف عدد من الأراضي الزراعية في تلك المناطق. شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا من رفح.